السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. أنا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم جاي من لعبة جديدة باتل بريكر، يعني حقيقة ما شفت شي يستاهل باللعبة، خسرون عليها فلوس ويلعبونها، يعني يصممونها وللعب، يعني ما أشوف فيها ذيك المتعة وذيك إلا بعد الآن في المراحل الأولى إحنا ونطورها، يعني نتقدم المراحل، يعني نشوف راح نتابعها ونشوف. بس حاليا قلت لكم رأيي الشخصي، ما أشوف فيها أي متعة باللعب، مجرد ما تدوس على هاي شايفين الرصاصيات ويرسو انتو ليريك. This isn't puzzle game، I'm a puzzle game. يقول تعب، راح ادوسها راح يطلع وحش، ما طلع وحش بعد، طلع وحوش شايفين. راح اخذهم بهاي، ضد ادوس على الابطال لما يطلع تعب دمر واحد بيهم والثاني راح شوية منه، دوس عليه ادوس عليه لما يطلع البطل شايفين. الآن راح ياخذ البطل الثاني، هي لعبة ما ادري شلون صمموا هاي اللعبة، هاي شلون سووها يعني. الآن شايفين الوحوش قاعد يتقدمون، طلع وحش اتاك كذي راح اجم عليه بهاي، بقى شوية راح اخذه بهاي، انتهت راح الوحش. يعني ما اشوف متعة لو لا ذبيها شايفين. اللعبة نزلتها مع انها من العاب ايبك جيم، يعني ايبك جيم اللي سوت فورتنايت وسوت، يعني معروفة بالالعاب. الان عدة وحوش عندنا شايفين، هذا الوحش الاخضر ايش راح اسوي، راح ادوس على البطل يقول تاب سويب، يعني تاخذها وتسحبها لي قدام راح تدمرهم كلهم شايفين. تم تدمير كل الوحوش، يعني حتى المسجل مع الموبايلي ما قبل ينفتح حتى يسجل اللعبة. يعني اضطريت اسجلها بحوازن. نكمل المرحلة شايفين، هاي كل ما هناك ما هذا واحد جديد طبعا، راح اخذه بهاي البطل هو اللي راح ينهي عليه. نهى اكو مفتاح يطلع، طلع المفتاح بس بعد اكو اثنين لازم نخلصهم. هذا المفتاح شايفينه راح يجي ويقعد هنا حتى ننهي المرحلة، نروح المرحلة الثانية شايفين. يعني ما أنا شايف هذيك اللعبة القيمة، يعني نلعب مرحلة ثانية على العموم، يعني فهمتوها. راح سويب يقول اسحبها عليهم راح تدمرهم كلهم، بعد ما دمروا دبل سترايك لك واحد بعد، هذا بعد بيروح مع دمر شايفين. المهم خلي باور سيرج دمرته أكمل ظهور الوحش، هذا وحش طلع تاب حدث دبل سترايك ايضا ما مات، قضت عليه هاي راح العب. يعني تدخل مجرد ما تدوسون على الاستثمار يطلعون وحوش شايفين، يعني ظل دوس عليها لما يطلع لك وحش. هذا مش وي شود جيت
ثم على وايل ويكام، يعني هذا المانع تفيدك بشراء بتطوير الأبطال مالتك. يعني تعطي يقول شايفين المانع، المانع تزيد القوة مالت الأبطال. هذا طلع بوس، أعتقد إنه بوس هذا، فراح نقاتله. يقول بوم هيد شوت بدريك، وات ديد يو دو تو هيم؟ يقول شنو سويت له؟ هذا طلع بيوتيفول هيومن فور كونسيرن. هو يقول انتو ناس جميلين، والاكشن كل همكم، وهم راح نلعب نحاول ندمره. شايفين دم خلص شوية نقص منه، لأن بوس هذا مو يعني عادي. اسكيب أيضا، خلص دم شوية. تابون يور هيروز تو اتاك، يقول دوس على أبطالك للهجوم. هو هم جاي يهجم عليهم، ما عندي الا هاي، وهاي طلعت الان تهجم. هاي الزرية شوف خضراء، طبعا راح ادوس على الصفراء حمراء فكينا منه شوية. بعد بقى من البوس بعد بطل واحد يظهر الآن، بقى شوية انتهى. أليسان ديريك البطل اللي وحش اسمه، أيضا جولة ثانية مع هذا الوحش. وحش قوي صراحة، ما يعني أبطالي ما أبطالي يردون تطوير وما نطورهم. هاي بعدها الأبطال، وهاي شايفينهم راح نلعب أبطال نشوف مين يكون من الأبطال. هذي هو هم قاعد يهاجمنا. الآن هجوم متبادل بينه وبينه، واحد من الأبطال راح مات انتهى. قضيت عليه، ناخذ المفتاح. اوكي فيكتوري انتصار. شايفين مثل ما شفتم شرحت لكم اللعبة، هاي على العموم اللي عجبت اللعبة. أنا صراحة يجوز تعجبني بالمراحل القادمة بالتطوير والهاي. الآن حبايبي كان هذا اللي عندنا اليوم، أترككم في رعاية الله، في أمان الله.